إذن لدينا هنا هذا المستطيل طول الضلع AB يساوي 1 وتم تسميته هنا، وأعطينا أن BE وBD يثلثا الزاوية ABC، BE وBD يثلثا الزاوية ABC trisect ABC، والتثليث يعني أن يقسمها إلى 3 زوايا متساوية. هذا يعني أن هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية وتساوي تلك الزاوية. وما هو مطلوب أن نجده هو محيط المثلث BED بيراميتر، وهو المثلث الأوسط في المستطيل الموجود هنا. في البداية تبدو المسألة في غاية الصعوبة، لأننا ما هو عرض هذا المستطيل؟ كيف يمكن أن أبدأ بهذا؟ لقد أعطينا قياس ضلع واحد فقط هنا، وأعطينا العديد من المعلومات، وبما أننا أعطينا أن هذا مستطيل، أي لدينا 4 أضلاع وأربع زوايا، الأضلاع جميعها موازية لبعضها البعض، وقياسات الزوايا جميعها هي 90 درجة، وهذه المعلومات أكثر من كافية حتى نعلم وبلا شك أن هذا مستطيل. ولهذا هناك شيء نعرفه هو أن الأضلاع المتقابلة في المستطيل لها نفس الطول، فإذا كان طول هذا الضلع واحد بالتالي ذلك الضلع سيكون أيضا واحد. الشيء الآخر الذي نعرفه هو أن هذه الزاوية قسمت لثلاثة. الآن نحن نعرف ما هو قياس هذه الزاوية، فقد كانت زاوية قائمة أي كانت 90 درجة، وتم تقسيمها إلى 3 أجزاء متساوية، ما يوضح لنا أن هذه الزاوية قياسها 30 درجة، وهذه الزاوية قياسها 30 درجة، وهذه الزاوية قياسها 30 درجة. والآن كما ترى فإننا نتعامل مع مجموعة من المثلثات التي قياسات زواياها 30 60 90، وهذا ضلع آخر هنا يجب أن تكون زاويته 60 درجة، ذلك الضلع يجب أن تكون زاويته 60 درجة، هذا المثلث لدينا 30 لدينا 90، إذن هذه يجب أن يكون 60 درجة، يجب أن يكون مجموعها 180 المثلث 30 60 90. ويمكنك أيضا أن تجد قياس هذا المثلث، ورغم أنه لن يكون مثلث قائم، لكن ما نعرفه عن مثلثات 30 60 90 إذا كان لدينا قياس ضلع واحد فقط منهم فيمكننا أن نجد الأضلاع الأخرى. على سبيل المثال هنا لدينا الضلع الأقصر، لدينا الضلع المقابل للزاوية 30 درجة. الآن إذا كان طول الضلع المقابل للزاوية 30 درجة يساوي 1، فإن الضلع المقابل للزاوية التي قياسها 60 درجة سيكون الجذر التربيعي لـ3 ضرب هذا، إذن هذا الطول سيكون الجذر التربيعي لـ3، وهذا مفيد جدا لأننا الآن أوجدنا طول قاعدة المستطيل كلها. الآن قد استخدمنا معرفتنا عن المثلثات 30 60 90، إذا كنت ترى إذا كان هذا غامضا بعض الشيء كيف يمكننا الحصول على ذلك؟ نحن نعلم أن المثلثات 30 60 90 يتراوح قياس أضلاعها بين 1 إلى الجذر التربيعي لـ3 إلى 2، إذا الضلع المقابل للزاوية 30 درجة يساوي 1، وهذا سيكون الجذر التربيعي لـ3 ضرب هذا، والوتر هنا سيكون 2 ضرب ذلك، إذن هذا الطول سيكون 2 ضرب هذا الضلع أي 2 ضرب 1 ويساوي 2. هذا ممتع حقا، دعونا نرى إذا كان بإمكاننا أن نفعل شيء مشابه لهذا الضلع. هذا 1 ليس الضلع المقابل للزاوية 30 درجة، هنا 1 هو المقابل للزاوية التي قياسها 60 درجة، الواحد مقابل للزاوية التي قياسها 60 درجة. مرة أخرى إذا ضربنا هذا الضلع بالجذر التربيعي لـ3 فيجب أن نحصل على طول هذا الضلع، تذكروا أن هذا طوله 1، إذن هنا هذا 1، وهذا الضلع المقابل للزاوية 60 درجة هذا يجب أن يكون قياسه 1 على الجذر التربيعي لـ3، دعوني أكتب هذا 1 على الجذر التربيعي لـ3، والسبب كاملا الذي يفسر لماذا كان بإمكاني أن أحصل على هذا هو أنه مهما كان طول هذا الضلع فأنا سأضربه بالجذر التربيعي لـ3،
ويجب أن أحصل على طول ضلع الزاوية 60 درجة، أي الذي يقع بجانب الزاوية التي قياسها 60 درجة، أو إذا أخذت ضلع الزاوية 60 درجة إذا قسمته على الجذر التربيعي لثلاثة فيجب أن أحصل على الضلع الأقصر أي ضلع زاوية 30 درجة. سأبدأ بضلع زاوية 60 درجة مقسوما على الجذر التربيعي لثلاثة، حصلت عليه بالشكل الصحيح هنا. ثم أن الوتر دائما ما يكون عبارة عن ضعف الضلع المقابل للزاوية التي قياسها 30 درجة. هذا الضلع مقابل للزاوية التي قياسها 30 درجة، الوتر يكون دائما ضعف ذلك. هذا ضلع مقابل للزاوية التي قياسها 30 درجة، الوتر يكون دائما ضعف ذلك، سيكون 2 على الجذر التربيعي لثلاثة. إننا نقوم بذلك بشكل جيد، علينا أن نجد محيط هذا المثلث الداخلي هنا. لقد أوجدنا بالفعل طول 1 وهو 2، وأوجدنا ضلع آخر طوله 2 على الجذر التربيعي لثلاثة. ثم كل ما تبقى علينا أن نجده هو قياس ED، ويمكننا فعل ذلك لأننا نعلم أن AD يساوي BC. نحن نعلم هذا الطول كله، نحن نتعامل مع مستطيل وهو الجذر التربيعي لثلاثة. هذا الطول كله، طول الضلع هو الجذر التربيعي لثلاثة. إذا كان هذا الجزء AE يساوي 1 على الجذر التربيعي لثلاثة، ثم أن هذا الطول AED سيكون الجذر التربيعي لثلاثة ناقص 1 على الجذر التربيعي لثلاثة، ذلك الطول ناقص ذلك الطول. والآن لكي نجد المحيط سيكون ذلك مباشرا، سيكون علينا أن نجمع هذه الأشياء ونبسطها، أي سيكون 2. إذا دعوني أكتب محيط هذا، محيط المثلث BED يساوي محيط المثلث BED يساوي بيراميتر يساوي 2 على الجذر التربيعي لثلاثة زائد الجذر التربيعي لثلاثة ناقص 1 على الجذر التربيعي لثلاثة زائد 2. والآن يتلخص هذا بتبسيط الجذور، يمكنك أن تستخدم الآلة الحاسبة وتحصل على تقريب 10. دعونا نرى، لدينا 2 الجذر التربيعي لثلاثة ناقص 1 على الجذر التربيعي لثلاثة، وهذا يساوي 1 على الجذر التربيعي لثلاثة. إذا 2 على الجذر التربيعي لثلاثة ناقص 1 على الجذر التربيعي لثلاثة يساوي 1 على الجذر التربيعي لثلاثة. ثم لدينا زائد الجذر التربيعي لثلاثة زائد 2. الآن دعونا نرى، يمكنني أن أحوله لعدد نسبي. إذا ضربت البسط والمقام الجذر التربيعي لثلاثة سأحصل على الجذر التربيعي لثلاثة على ثلاثة زائد الجذر التربيعي لثلاثة، يمكنني أن أعيد كتابته فيصبح زائد 3 ضرب الجذر التربيعي لثلاثة على ثلاثة، صحيح لقد ضربت هذا بثلاثة على ثلاثة، زائد 2، وهذا يعطينا هذا هو الجزء المهم الآن. إذا 1 الجذر التربيعي لثلاثة زائد 3 الجذر التربيعي لثلاثة، وكل هذا مقسوما على ثلاثة يعطينا 4 الجذر التربيعي لثلاثة على ثلاثة زائد 2، حيث يمكنك أن تضع الاثنان أولا. بعض الأشخاص يفضلون كتابة الجزء النسبي قبل الجزء غير النسبي. لقد انتهينا، لقد أوجدنا محيط هذا المثلث الداخلي BED هنا.